şer, arusti şer, arusti şer. Bit sabah, bit sabah. نرجع مرة تانية مع كل مشاهدينا ونواصل لقائنا مع حضراتكم وحديثنا عن وصول مصر لكأس العالم مونديال 2018. والحقيقة أنه حاتم كان لازم يكون موجود معايا النهاردة في اللقاء ده، ولكن للأسف الشديد هو عيان، بنتمنى له السلامة ويرجع على طول بالسلامة إن شاء الله يوم السبت يكون معانا. بيسعدنا أن احنا يكون معانا كابتن محمد الصيفي مدرب عام منتخب الشباب السابق. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وصباح الخير. صباح الخير لحضرتك، وسعيد بوجودي معاكم هنا في البرنامج. ألف طبعا سلامة لحاتم، إن شاء الله يرجع. إن شاء الله يرجع، عنده درس وارم وحرارة عالية، فإن شاء الله بإذن الله يقوم بالسلامة. كابتن محمد، إحنا يعني حدث تاريخي وحدث مهم جدا لكل المصريين، فرح المصريين كلهم بعد غياب 28 سنة، بنرجع مرة تانية لكأس العالم ونكون موجودين بمنتخب الوطني. فرحة أسعدت كل الملايين، بس إحنا عايزين نستثمر الحدث وعايزين نروج لمصر سياحيا. هي طبعا الحمد لله بوصلنا لكأس العالم بقى يعني اسم مصر متصدر عدد كبير من منشطات الجرائد العالمية وكالات الأنباء العالمية. نزيد استثمار الحدث إزاي؟ طبعا زي ما حضرتك بتقولي حدث تاريخي، وألف مبروك للشعب المصري وجماهير الكورة. يمكن إحنا دايما بنقول إن الكورة عندنا هي تاجر السعادة، يمكن بقالنا كتير قوي ما فرحناش. يمكن اخر حاجه 2010 في امم افريقيا اللي كان العرس الجميل جدا، اللي احنا كنا ساعتها ابتدينا نشوف الملاعب والاسر كلها، شفنا ازاي الكوره بتفرق مع الناس كلها. حضرتك كنت ماشيه، الناس الكبار الشباب الفتيات، كان حاجه شاده الجمهور والشعب جامد جدا، ان فعلا الفرحه دي بتبقى قويه. حضرتك بتقولي كلمه كمان كويسه جدا، ان استثمار دون، وان فعلا وصول منتخبنا لكاس العالم فعلا بيحطنا في العالميه، ان المجموع الفرق اللي بتلعب في كاس عالم ده اكبر عرس كروي، اكبر مونديال، الناس كلها بتبقى بتبص حواليه. طبعا هتذكر حضرتك في كاس عالم اللي فات في البرازيل، رحت اتفرجت هناك وحضرت الافتتاح. مش عايز اقول لك، وانت مسافره وانت في مطارات العالم كلها، فعلا الوصول اي منتخب بيبقى فعلا بالنسبه له حاجه، بتلاقي الضوء كله مسلط عليه، وان ده المصريين وادائهم. فاتمنى ان شاء الله باذن الله ان زي ما حضرتك بتقولي نستثمر ده كويس جدا. اول حاجه طبعا بالنسبه للفريق، حس اعداد جيد جدا، اعداد كويس، وجودنا هناك محك رئيسي وهيفرق معانا جامد جدا. زي ما حضرتك بتقولي الانظار في العالم كلها هتبقى بتبص على الشعب، على الفريق المصري قوته، خصوصا ان احنا الحمد لله يمكن الانجاز ده كان نفسنا فيه، لان اول مره من فترات كبيره قوي يبقى عندنا مجموعه لعيبه محترفه على هذا المستوى. طبعا محمد صلاح ما شاء الله، ربنا يحفظه ويبارك له. ويمكن لو جينا هنتكلم على محمد صلاح حضرتك، ويمكن انا كمدير فني ومدرب حط عليه مليون خط، ان الكوره بس مش موهبه، كوره اخلاق، كوره احترام، كوره التزام. ربنا سبحانه وتعالى اداله ان هو يفرح المصريين دول كلهم ويفرح الشعب المصري ده كله بهدفين جمال جدا، منهم هدف تاريخي. يمكن قعدنا يعني دقيقه الشعب المصري كله بيقول يا رب، وكل الناس مشدوده. فان ربنا سبحانه وتعالى نحط ثقتنا في اللاعب ده، والحمد لله ربنا يوفقه وينصره. يعني يمكن شويه هتكلم على يعني اتكلمت على محمد شويه، لان بجد ناس نفس الاشبال او اللي طالعين حضرتك، ده مهم ان احنا نتكلم على جداً. محمد صلاح لانه قدوه لكتير. برافو لحضرتك، ومش طبعاً. في الكوره بس، في كل حاجه، ازاي ده مشواره من اول ما جه، من قريه فين، وكانش اهلي وزمالك، يعني برده هو حارب اكتر. الاهلي والزمالك اللعيبه دي بتبقى متسيطره اكتر، بيبقى انما محطوط عليها الضوء. برافو عليك، طلع اول محطه ليه بازل، ما خلاش ما شبعش بدون، او هو ده هدفه طموحه، راح تشيلسي وموفقش، رجع تاني ليفربول في نادي قوي. فيمكن صلاح بنتكلم فعلا هو ده الشباب المصري اللي احنا نتمنى اللي هو الطموح. فعلا برافو حضرتك، ورافع راس مصر في كل حاجه، غير طبعا في اوروبا شايفين اسمه بقى ما شاء الله، مع النني، مع مجموعه محترفه، مع برضو الاعمار السنيه بتاعتهم باستثناء مثلا عصام الحضري واحمد فتحي، لازم يكون موجود خبره، جيل كان لازم يبقى ليه بصمه في كاس العالم. والحمد لله ان ربنا كرمهم، لازم يبقى الاعداد قوي جدا اعتقد، وانا يمكن يعني فنيا سريعا الناس كلها قلقانه واحنا بندافع، لا انا اعتقد اللعيبه في كاس العالم هتبقى محرره، لان يعني بلعب كاس عالم خلاص، انت وصلت لاكبر طموح، فهيبقى كل واحد فيهم عايز يبين زي ما قلنا لحضرتك لكل الناس، لا المصريين فيهم لعيبه كوره كويسه، هتلعبي على لعيبه محترفه ولعيبه باسامي وارقام عاليه، دي هتدي يمكن كنا حضرتك بنشوفهم بس في الماتشات وفي اوروبا، النهارده معظم اللعيبه هتلعب ضدهم. نروج لمصر سياحيا النهارده برضه في موقف زي ده، وان انت زي ما حضرتك بتقولي بتروحي
عرس كروي كبير ويعني على مستوى العالم كله 24 فرقه بتروح و32 فريق. فالحاجات دي كلها حضرتك لازم بيبقى صوره المنتخب صوره جميله طبعا. لازم اما بنروح هناك بندي انطباع كويس جدا، لان كل الناس حتى اللي يعني عارف منتخب مصر او عارف انطباع المصريين ايه من خلال الماتشات دي، خلال الماتشات دي بشغلنا الفني في الملعب بالتزامنا والالتزام بالقوانين الرياضيه والحكام، دي بتدي يعني بتدي انعكاس جامد جدا على الفريق او على الشعب طبعا. الطموح والروح اللي احنا بنقول عليها روح المصريين، اللي هي الحمد لله احنا لسه كنا من فتره بسيطه بنحتفل بنصر اكتوبر العظيم اللي هو يعني كان حاجه واصرار وحاجه ترجعنا برضو شويه ان المصري ما بيكون عايز وبيكون عنده الايمان بالله سبحانه وتعالى وعنده القوه والصبر والطموح، زي ما بيبين لنا محمد صلاح اللي جاي من اخر الدنيا من فين وهذا من احسن اللعيبه في اوروبا، دي حاجه. فدي تدينا كلنا حضرتك طموح وتدينا انعكاس ان شاء الله باذن الله نستثمر ديا بعد 28 سنه ونستثمرها حضرتك ان احنا مش عايزين كمان 28 سنه. يعني لا خلاص بقى يعني احنا خلاص يعني فكينا النحس زي ما بيقولوا ان شاء الله، بس زي ما حضرتك بتقولي نستثمرها ازاي ونشتغلها ازاي ونبتدي ان احنا فعلا الجيل ده نبني عليه اجيال، يبقى ان شاء الله باذن الله يعني يمكن ربنا المره دي يعني وقف يعني جمعنا جامد جدا. اتمنى الماتشات اللي جايه تبقى بالنسبه لنا سهله، يعني دايما احنا يعني الحاجه اللي بتجيلنا لازم حضرتك ان احنا لازم تجيلنا بالعافيه وفي اخر ثانيه وفي اخر دقيقه، لا يعني نتعب بقى شويه ونجهز زي ما بيقولوا ازاي، عندنا اجيال كويسه جدا زي ما شفنا تريكا بعد تريكا قالوا خلاص النهارده في محمد صلاح، النهارده في منتخبات المراحل السنيه عندنا فرق على او لعيبه حضرتك على اعلى مستوى نستثمرها زي ما جبنا صلاح ده منين ومن اخر الدنيا وازاي اشتغلنا معاه وازاي محمد صلاح خد فرصته في الاحتراف. هو الاحتراف يا فندم في الفتره الاخيره فرق في مستوى اللعيبه في المنتخب؟ طبعا طبعا حضرتك، اصل دي كانت قضيه جدليه يعني حكايه الاحتراف بره وان هو ده ممكن ان هو يساعد او يعطل، فمن الواضح انه الاحتراف فرق بشكل كبير يعني في مستوى اللعيبه. ابسط مثال حضرتك ان احنا كنا بنشوف في ماتش يعني محمد صلاح حد اللي هي الكوره اللي هي كانت عنق الزجاجه وهي دي اللي اسعدتنا ودخلتنا كاس عالم. النهارده محمد صلاح بالخبرات الاحترافيه اللي لعبها بكم المباريات بالضغط الجماهيري اللي لعبه في دوريات اوروبا، الموقف ده النهارده لما بيتحط في موقف عارفه حضرتك صعب جدا، يعني يمكن الناس شايفاه ناس لا موقف في منتهى الصعوبه، خصوصا ان دايما في البلنتي او ضربات الجزاء الناس بتشوف ان هو مسافه قريبه والجون كبير، بالعكس اللاعب اللي دايما بيخش يشوط الكوره بيحس ان الجون صغير جدا. كابتن محمود صعبة. معروف امبارح كان معانا بيقول انه الجزمه بتاعت صلاح اتقطعت رجله اليمين فشاط بالشمال، هو لا هو قال دي حاجه يعني ما مش معروفه بس بيقول ان هو وهو بيلعب في الماتش الجزمه بتاعته اتقطعت الرجل اليمين فلما جه شاط البنالتي شاطه بالشمال، بس هو صلاح في ماتشاته كلها بشماله ضربه الجزاء لان هي خصوصا دي بتبقى عايزه حضرتك دقه جامده جدا. الحاجه الجميله ان بعد ما جابوا صلاح قال لك انا قبل الماتش كنت حاسس، بصي برضه حضرتك دي نقطه مهمه، يعني ايه الاحتراف؟ ايه اللعيب بيعيش الماتش قبل ما يبتدي، يعني بيقعد ممكن يجي لي بيلنتي وفعلا ماتش في ظروف زي دون مع الجماهير بتاعتنا مع المهارات اللي عندنا ممكن يجي بيلنتي، فبص حضرتك هو بيجهز نفسه ازاي مش موقف ممكن الموقف ده يتخض. وياما في بطولات كتير على فكره حضرتك يعني بس مش هنقول في لعيبه كتير قوي ما كانش عندها ثقه وهربت ضيعت من ضربات وهرب يعني في ناس ضيعت وفي ناس هربت من ضربات الجزاء في بطولات، بس الحاجات دي طبعا ما بتتقالش وحاجات مصيريه. فالنهارده الاحتراف لا طبعا اثر جامد جدا جدا، النهارده ازاي اللعيب التعامل ازاي بعد الماتشات موضوع الاستشفاء بتاعه بيبقى ازاي، بالعكس حضرتك عندنا اللعيب المصري هنا اللي موجود في مصر بتلاقي حضرتك التمرين وبعد التمرين ممكن بتلاقيه سهران مع وبنشوفهم كلنا، مفيش الاحتراف عندنا اللي هو مليون في الميه اللي هو انا بشتغل كره قدم. برافو على حضرتك فعلا ده شغلي وباخد عليه مقابل انا من غير بقى ما حد هيراقبني او مدير كوره هيكلمني انت ما نمتش مش عارف ايه لا لازم تنام بدري عندك تمرين بكره الصبح، هم هناك كل واحد هو عارف بيعمل عارف بيعمل ايه. دي نقطه مهمه جدا خصوصا ان اول مره بنشوف خمسه لعيبه في الدوري الانجليزي، دي كانت من كتير نشوف محمد صلاح ما شاء الله ربنا يحفظه متصدر المشهد اغلى لاعب عربي في انجلترا ومكسر الدنيا، النني بيخش معاه بقوه، شايف في لعيبه كتير طالعه، تريزيجيه مستواه كويس جدا، رمضان صبحي لسه صغير ممكن على الفترات اللي جايه، فمهمه الاحتراف دي مهمه كويسه جدا بس تطبيقها هو اللي عندنا في مصر هنا يبقى كويس. يعني يمكن كابتن جوهر رحمه الله اول من وصلنا في كاس العالم هو اللي ادخل الاحتراف، بعد كده الناس حصل لغط كبير كابتن جوهر ادخل الاحتراف بس اللوائح والنظام بتاعه مش هو اللي حطه، يعني المفروض ده اللي احنا نمشي عليه كنا نشتغل عليه دي بتبقى حاجه مهمه جدا وحاجه قويه جدا. فاتمنى ان شاء الله باذن الله ان بعد بقى كاس العالم كمان
هنلاقي فيه لعيبه ممكن بعد كده، ممكن ان شاء الله صلاح بعد كده نلاقيه في ريال مدريد، ما هو ده الطموحات بتاعتهم. ممكن اللعيبه اللي زي تريزيجيه وزي كهربا ممكن يبقى احتراف اقوى ليهم. فدلوقتي في كل حاجه حضرتك يا فندم، هو الاحتراف مش في الكوره بس، اي حاجه فيها الاحتراف بتلاقي حاجه 10 على 10، لان ايه ده شغل وفي التزام، تدي حاجه وفي مقابلها حاجه. صح. ولازم ان انا بحافظ على نفسي ولازم حياتي كلها بغيرها، دي اللي شفناها في صلاح، في استقراره، في اسرته، الحاجات دي كلها ده نموذج بيديك ان ده فعلا هو ده لازم يؤدي في الاخر الى النجاح. صح. طب انا عايزه حضرتك تشرح للساده المشاهدين انه تصنيفنا هيبقى الثالث في القرعه، ده معناه ايه؟ معناه حضرتك انا النهارده لما باجي بعمل بطوله، باجي مثلا لو هم 24 فريق مثلا، باجي بحط ال 24 فريق بقسمهم مثلا هعمل 6 مجاميع عشان كل مجموعه يبقى فيها 4، ولو 32 فريق يبقى كل مجموعه فيها 8 مجاميع، كل مجموعه فيها 4 فرق. والوضع في المونديال 32 ان شاء الله باذن الله، فهيبقى ان شاء الله 8 مجاميع كل مجموعه 4 فرق. بيجي حضرتك في الاول بيحطوا المستوى الاول، المستوى الاول ده اللي هو حضرتك بتلاقيه يعني اكتر فرق فازت بكاس العالم والنتائج الاخيره في كاس العالم. هتلاقي طبعا في الفرق دي هتلاقي المانيا هتبقى في المقدمه في مجموعه، هتلاقي البرازيل في مجموعه، هتلاقي فرنسا، هتلاقي ايطاليا، الدول اللي هي حققت بطولات كاس العالم اكتر ونتائجها في كاس العالم متصدره، ده المستوى الاول. بعد حضرتك ما بيحطوا في الثمان مجاميع اول 8 فرق بيبقى المستوى الثاني، يبتدوا يحطوا المستوى الثاني اللي هو اقل حضرتك من المستوى الاولاني، بيخش فيه الدول ممكن اللي هي متوسطه. المستوى الثالث اللي احنا بنخش فيه على اساس احنا بقالنا سنين كتيره قوي ما دخلناش بطوله افريقيا، بس بطوله كاس عالم، التصنيف القاري بيفرق. اما بيكون بطل اوروبا بطل افريقيا برضو احنا التصنيف. ابطال افريقيا لا احنا تاني افريقيا، بس احنا كنا قاعدين في الترتيب اول افريقيا، انما مش البطل كانت الكاميرون. فحضرتك بيبقى المستويات كده 1 2 3 4، احنا بنبقى في المستوى التالت. يعني اكيد في المستوى الاول والتاني هيبقى معانا فرقتين قوي جدا، المستوى اللي تحتينا هيبقى فيه فرقه اقل. دي برضو حضرتك بتبقى فيها نقطه مهمه، ايه هي؟ ممكن اللي عندك في المجموعه المستوى الاول والتاني طبعا فرقه قويه وفرقه كاس عالم وفرقه على اعلى مستوى، بس ممكن بيبقى بالظروف لعبك او الاسلوب اللي انت بتلعبي بيه يبقى مطابق للاداء بتاعك، بمعنى ان احنا عندنا بنلعب شويه كوبر عنده تحفظ بيقفل الجيم، بنلعب على الكونتر اتاك، اما تيجي تلعبي مع فرق مدارسها ممكن ما تتعبكيش ان يبقى عندهم مثلا في عندهم القوه والسرعه، عندهم بيشتغلوا من على الجناب كتير في مدرسه دي. في مدارس بقى البرازيل وامريكا الجنوبيه بيحبوا اللعب زي ما احنا شفنا في البرازيل مع كابتن حسن شحاته في تعادلنا 3-3 في كاس القارات، اللعيبه الحريفه المهاريه احنا نعرف نتعامل معاها، انما لو لقيتي لعيبه بتلعب فيها قوات وسرعات دي بتبقى عندنا مشكله فيه. فالاربع مستويات حضرتك اللي هم بيختاروهم هو دول اللي بيصنفوا عليهم، بعد كده بيبقى حضرتك اول وثاني بيصعد واحسن توالد. فاتمنى ان شاء الله والجيل ده حضرتك باذن الله ممكن ان شاء الله يحقق حاجه كويسه جدا جدا، زي ما حضرتك قلتي اهم حاجه الاحتراف، لعيبه معظمهم محترفين، ده هيديهم ثقه هناك ان هم يحققوا الافضل. وخلاص جو الاحتراف هو عارف بقى ايه اللي ليه وايه اللي عليه، زي ما بقول لحضرتك صلاح النني، فهيعيشوا في الجو ده ويشدوا معاهم بقيه الفريق، يعني بقيه المنتخب مع الاربع، يعني شفنا صلاح النهارده يعتبر قائد للفريق طبعا مع خبره عصام الحضري الكبيره والانجاز طبعا العالمي، دي حاجه برده مهمه جدا. تالي ما شاء الله يعني ان الحضري محظوظ في جيله ان هو يعني بيدخل كاس العالم. لا اكيد يعني هو حظه اكتر من كابتن مجدي عبد الغني، يعني كابتن مجدي عبد الغني خلاص قعدنا، لا حضري النهارده اكبر لعيب حارس مرمى في تاريخ كاس العالم كان 43 سنه، النهارده الحضري 45 سنه، هيفضل على مدى التاريخ وصعب تكراره في الفتره الجايه. هيبقى كده ايه اكبر حارس مرمى؟ اكبر حارس مرمى دخل موسوعه ان هو خلاص يعني الفتره دي خلاص عمل ريكورد يعني وصعب يعني صعب فاهم يعني اقصى حاجه، ودي كانت من حوالي 12 سنه وكان غالبا جون اسكتلندا 43 سنه. النهارده 45 سنه دي صعب على مدار سنين كتيره، صعب ان حد فعلا يقدر، دي برضه بتيجي لمصر. النهارده دايما في الاحصائيات هيقولوا الجون اكبر جون شارك كاس عالم هو من ايجيبت، فدي كلها ارقام لينا كويسه جدا جدا طبعا. واتمنى ان شاء الله زي ما حضرتك قلتي كلمه جميله، نفسنا كلنا نستثمرها، واحنا بنروح هناك اكيد هيبقى في ورانا دعايه، احنا بنعمل هنا بنتمرن ماتشاتنا، بيروحوا بيعملوا معسكرات في شرم الشيخ في الغردقه هنا في مصر، الملاعب لازم يعني الميديا عندنا يعني تظهر تشتغل على الموضوع ده، بنشوفه في كاس عالم في كل يعني كل مثلا هتلاقي كاس عالم قرب يقول لك الارجنتين البرازيل يجيبوا الاماكن السياحيه بتاعتهم، الاماكن اللعيبه اللي بيتمرنوا فيها. فدي حضرتك لازم نستغلها
لان هو ده اكتر موقف العالم كله بيبقى عليه يعني تركيز. كاس عالم كل العالم بيتفرج عليه، اللي بيحب الكوره واللي ده، في ناس ما بتشتركش على كوره خالص غير في كاس العالم. فالنهارده انت ضمن 32 دوله على احسن 32 دوله في العالم، فدي اتمنى زي ما قلت حضرتك فنيا في الملعب باداء. مش عايز اقول في ناس بتقول التمثيل المشرف، هو مش التمثيل المشرف ان انا انزل واتغلب، هو التمثيل المشرف ان انا انزل وادي والعب كوره. يعني يمكن برضو في يعني ببارك لفرقه سوريا، امبارح كان ماتش ماراثون كبير جدا وكنا نتمنى ان هي تبقى معانا يعني برضو خايفه تساعدي السعوديه وبنبارك للسعوديه، التونس خلاص المغرب، فكان نفسنا ان احنا برضو يبقى معانا، كان ماتش جامد جدا. فالتمثيل المشرف ان انت بتنزلي بتادي اللي عليكي، بتلعبي زي ماتش البرازيل زي ماتش ايطاليا مع كابتن حسن شحاته وجون حمص. فالحاجات دي كلها اللي بتدينا انعكاس كبير ان احنا ان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا ندي صوره كويسه جدا، خصوصا بعد غياب 28 سنه. امين يا رب العالمين ان شاء الله. طيب نيجي للتكريم، واعتقد انه الشعب المصري احتفل جدا بالمنتخب بعد الماتش، وكمان كان في تكريم للسيد الرئيس لاعضاء المنتخب، وشفنا ده من خلال احتفاليه كبيره كان في افتتاح مركز المناره، واستضافوا يعني اللعيبه، و يعني الرئيس اتكلم واشاد باداء الفريق كله، وكمان اشاد باداء محمد صلاح. ومهم جدا يعني انا مبسوطه ان حضرتك في البدايه ابتديت تتكلم على صلاح كالقدوه، لان احنا كمان ممكن نستغله في تغيير حاجات كتيره جدا في المجتمع، يعني تغيير الخطاب الديني، مقاومه المخدرات والكلام ده كله، يعني ممكن يكون ليه دور لانه محبوب. زي ما حضرتك بتقولي فعلا، هي دي اهم نقطه، ان احنا اما يعني بنلاقي الشعب كله او الشباب اللي طالع كله شايف قدوه صلاح، لعيب ملتزم دينيا، علاقته باسرته كويسه جدا، ما هو ربنا عشان بيكرم علاقته كمان مع المجتمع، مع يعني المجتمع هو والبلد بتاعته، هو ليه اسهامات كتيره في المجتمع صح. بتاعه في قريته، حتى حضرتك اما اتغير وراح انجلترا ولعب في ليفربول، هو محمد صلاح بيجي هنا في اجازته بتلاقيه مع اسرته مع اهل بلده. الحاجات دي كلها زي ما حضرتك بتقولي حاجه مهمه جدا، وشفنا قبل كده في الفترات اللي فاتت في اعلانات فعلا بنبتدي ان احنا نشتغل بيها صلاح، ازاي السلوك البعد عن اي حاجه تبوظ او يعني تؤثر في الشباب سلبيا، دي فعلا حاجه قويه. شوف الجماهير كلها النهارده كله بيقول صلاح، بياخدوا قدوته ازاي، الراجل ده مع اهله وبر بيهم ازاي، زي الراجل ده في حياته الشخصيه مع اهله مع مراته مع اولاده ازاي ملتزم، عمرنا ما بنشوف عنده اي حاجه زي اللعيبه اللي بنشوفها بره، بتلاقيه مثلا عشان هو نجم بينزل يعمل مشاكل، بيعمل مش عارف في شكله حاجه معينه. الحمد لله ان احنا بقى ناخد قدوه من واحد في مصر بصفات المصريين، هي دي، ويبقى سفير الرياضه المصريه في العالم كله، لان هو كمان بيعكس شكل المواطن المصري صح. في العالم كله صح. وفعلا زي ما حضرتك بتقولي، انت النهارده لما راح انجلترا الناس كلها وسموه بالفراري وحاجات، لعلم حضرتك حاجات مهمه جدا، وهي دي احنا مفتقدينها، احنا فتره بعيدنا شويه، احنا راجعين بقوه، لازم نستغل النجوم دول اللي من الصعب حضرتك ان انت تكرارهم. الاحتفال اكبر احتفال او اكبر تشريف للمجموعه اللي لعبت دي كلها ان هم لبسوا تيشيرت منتخب مصر، تيشيرت منتخب مصر ده بجد مش بالكلام، تيشيرت غالي جدا، واي حد في الدنيا يتمنى ان هو يلبس التيشيرت ده عشان يمثل ويرفع مستوى ويرفع اسم مصر، زي بالظبط حضرتك اما بنتكلم طبعا مع اختلاف بس برضو باخدها، ان الجيش والشرطه والتضحيات اللي بيعملوها كل واحد في موقعه او في شغله او في المؤسسه اللي بيعمل فيها، اما بيشتغل بضمير واخلاص عشان خاطر البلد دي تعلى ويعلى اسمها، فعلا المجموعه دي فعلا قدروا ان هم اكبر شرف ليهم ان هم طبعا لابسين تيشيرتات منتخب مصر بيمثلوها. فرحه الجماهير النهارده، فرحه الجماهير دي يعني ده اكبر وسام على صدرهم صح. الناس دي فرحانه وبتناش وبتغني باساميهم كلهم، وفرحه حضرتك شفتيها فرحه طالعه من القلب وبتجيبنا تاني للانتماء، ورجعنا نشوف رجعتنا للتسعينات صح. يعني احنا اول مره كنا نشوف انه الاستاد بيبقى مليان بالاسر والبنات والاطفال صح. الصغيره، وموجودين كان دايما مشجعين الكره شباب، وبنشوف دايما مدرجات الدرجه الثانيه والثالثه الشباب اللي بيهيصوا ويزيروا، لكن شفنا انا حسيت ان رجعنا فلاش باك فرحه المصريين في الشوارع صح. وهي فعلا زي ما حضرتك قلتي اقوى فرحتين كانوا في قبل كده، فرحه 90 وما تعادلنا مع هولندا، كنا اول مره بنشوف ان الجمهور بينزل يباتل الصبح في الشوارع، وحاجه برضو حضرتك كانت جميله جدا ابتدينا ان احنا نشوفها هم شدونا ليها، ان انت الانتماء ده مهم. شفت الاعلام رجعنا تاني كل الولاد الصغيرين ماسكين العلم، وفي حاجات النشيد هو بيتقال
ممكن الناس واحنا بنتكلم تقول الكلام ده بقى، لا بالعكس، هو ده الاصل، هو ده الانتماء. احنا زمان كنا كده، الجيل بتاعنا اتربى على كده، كنا في الماتش انا في 90 ده فاكر صحينا من بدري وده تعود يا فندم، يعني حبيب. دي اخلاق وتعود، يعني حبيب. لما يبقى مهم جدا النشيد الوطني يتعمل في المدارس والاطفال تقوم تحترم النشيد الوطني وتقف ملتزمه، بيتعودوا على كده خلاص، بعد كده ما بتقدرش تطلع بره الخط. صح، زي ما حضرتك قلت كلمه جميله، تعود او اتربى على كده، فخلاص بعد كده دي حاجات يمكن صغيره، بس الفترات اللي فاتت دي او السنين اللي فاتت دي اعتقد ضاعت مننا حاجات كتير جدا، فدي ممكن قيم ومعاني كتير. برافو على حضرتك، ويمكن دي من الحاجات الجميله اللي فعلا الواحد انبسط لها. حتى الاول مثلا كنت تلاقي في ناس ما بيحبوش الكوره، او ممكن مثلا فرقه تكسب لو الاهلي او الزمالك تلاقي الشوارع زحمه، الناس تبقى مخنوقه، كوره ايه الناس كده، دي الحاجه الوحيده اللي الناس كلها بالعكس حتى الناس اللي هم ما لهمش في الكوره بتشوفيهم. النهارده رئيس الجمهوريه اما يجي يجيب اللعيبه دي ويكرمها وبيكرمها، ده اكبر تكريم ليهم. شوفي هو كان بيكرمهم مع مين؟ مع ضباط الجيش والناس اللي حاربت، يعني اداهم النهارده وضع اتمنى ان شاء الله باذن الله، وهو ده يعني فعلا زي ما وصلونا كاس عالم، دي حاجه بالنسبه لهم وشرف كبير. اتمنى ان هم فعلا دي تبقى بدايه ان ازاي البلد وعلى اعلى مستوى من رئيس الجمهوريه بيقدركم في ظروف، هو بيحاول كل حد بيعمل حاجه كويسه لمصر ان هو يكرمه ويظهره عشان الناس كلها تبتدي ان هي تتحرك وتشتغل. الحاجه المهمه جدا ان احنا كلنا بجد، وده مش كلام انشا زي ما بيقولوا، ان كلنا فعلا نحب مصر ونشتغل عشانها، والسلبيات كلها ما نركزش فيها، كل حد بيعمل حاجه كويسه بتبقى جميله. النهارده وصلنا لكاس عالم، يعني فعلا حاجه جميله جدا، وزي ما حضرتك قلت لازم نستثمرها، لان النهارده الرياضه في كل حته يا فندم في العالم، يعني هي مش الرياضه بس عندنا في مصر او الكوره، لا انا بقول لحضرتك لما رحت البرازيل وشفت كاس، لا العالم كله. وهي كمان مش بس فكره رياضه، هي رياضه وبزنس ممكن يدخل دخل قومي لمصر اكيد، فيعني يعني في الاول وفي الاخر المجتمع كمان مستفيد طبعا. واتمنى برضو انت حضرتك قلتي في الاخر يعني كلمه جميله، اتمنى بقى دي نشتغل عليها، عوده الجماهير وعوده الجماهير الملتزمه، وزي ما حضرتك قلتي الاسر والناس اللي هم بيروحوا الاستاد دول رايحين فرحانين كانهم في كرنفال، فدي اتمنى شفنا الجمهور وشفنا الفرحه حاجه جميله. خلي بال حضرتك برضو يعني احنا بنتكلم، انت روحتي حته جميله جدا، ان احنا كان الماتشات من غير جمهور دي حاجه بالنسبه لنا سيئه جدا. النهارده اما كل العالم والدول العربيه يتفرجوا على الاستاد قد كده، مصر اللي هي ام الحضاره وهي اللي عملت الكوره والاتحاد الافريقي، يعني في كل حاجه حته الرياضه والكوره دي احنا سابقين افريقيا والعرب، احنا كنا الاساس، الناس كلها كانت بتتعلم مننا، الناس كلها كانت بتاخد المدربين المصريين بيشتغلوا في الدول العربيه ان هم دول اللي كانوا احسن مدربين. النهارده بترجعي في منظر استاد برج العرب بالظبط كانك في اوروبا، رجعتي ان انت بتشوفي ماتشات بالالتزام، وشفتي كل الناس مع بعض ازاي بالاعلام بالفرحه، دي حضرتك مهمه جدا جدا ولازم نشتغل عليها. هي دي اعتقد يا فندم ان هي دي السمه الاساسيه للجمهور المصري، يعني الشعب المصري شعب متحضر، حتى لو كان حصل لنا بعض الكبوات في الفترات السابقه وظهر مثلا اخلاقيات سيئه في الملاعب، ده كان نتاج الظروف الملخبطه اللي كانت في البلد، ولكنه مش الطبيعي، الطبيعي انه احنا ملتزمين وان احنا يعني بنحب الكوره وان احنا بنحب الفرق بتاعتنا وبنشجع، وده من زمان يعني. برافو على حضرتك، ويمكن لما بنجيب دلوقتي صور زمان في ماتشات الاهلي والزمالك كانوا بيقعدوا جنب بعض، يعني فاهم حضرتك ما كانش بيبقى مثلا ده قاعدين، ابتدينا زي ما بتقولي للاسف، بس الحمد لله يعني هي دي سلبيات جت معينه في الفترات اللي فاتت، واعتقد المنتخب لمها جامد جدا، شفناش في المنتخب اهلي وزمالك ما شفناش ده، مش والحمد لله. يمكن اجمل حاجه انا بسطتني ان اللي خلص القصه صلاح، اللي هو يعني ولا محسوب، هو مصري يعني ولا محسوب هنا ولا محسوب هنا، دي كويسه. المنتخب بيضيع التعصبات جامد جدا، بيحاول يكسر اي مشاكل بتبقى بين الجماهير، فدي اتمنى زي ما بقول لحضرتك حاجات كويسه نستثمرها، عوده الجماهير دي مهمه جدا جدا، تدينا انطباع جميل. بص العالم كله اما بيذيع الماتش دون وصلاح والاهداف بيشوف الجمهور، هي دي مصر اللي فيها امان، يعني دي نقط صدقيني حضرتك نقط مهمه جدا جدا طبعا. وهي دي زي ما حضرتك قلت في البدايه اللي احنا لازم نستثمرها، مش هو ان احنا نوصل كاس عالم والفرقه والمكافئات لا بالعكس، دي حاجات كتير قوي اعتقد بعد تكريم الرئيس نبني فيهم على الفوز نبني عليها طبعا. بعد حب الجماهير والناس اللي نزلت دي، مش عايز اقول لك يعني اكيد اللعيبه اللي احنا كمصريين وما شاركناش تبقى جسمك بيقشعر، تخيلي بقى الناس دول اما شافوا الفرحه واسعدوا الجماهير، اعتقد دي هتبقى بالنسبه لهم زي ما بيقولوا تذكره قويه، يروحوا كاس عالم ان شاء الله يفرحونا تاني ان شاء الله، ويبقى فعلا زي ما بنقول الرياضه او الكوره هي تاجر السعاده اللي بيفرح المصريين، ويا رب دايما المصريين فرح، لان فعلا يمكن انا في اخر برنامج قبل الماتش قلت المصريين نفسهم يفرحوا، فالحمد لله الحمد لله فرحنا يا كابتن، الحمد لله رب العالمين. مليون بيقولوا يا رب شفنا ربنا بيديه قد ايه، وفي اخر ثانيه بيجي الفرج من عنده كريم، فيا رب دايما المصريين هم يستاهلوا كده،
ودايما يا رب يبقوا في خير وفرح ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. كابتن محمد الصيفي مدرب عام منتخب الشباب السابق، شكرا لحضرتك يا فندم واهلا بيك معانا دايما في مصر. الف شكر لحضرتك، وسعيد بحضرتك والكاست بتاع البرنامج، وشرف ليا ان انا اكون متواجد معاكم. وتاني بقول الف مبروك للمصريين، الف مبروك للمنتخب، الجهاز الفني كوبر وكابتن ناجي والجهاز بتاعه وكل المصريين الجمال اللي راحوا الاستاد، بقول لهم الف مبروك وان شاء الله دايما في خير لمصر ان شاء الله. نطلع لفاصل مع كل مشاهدينا ونرجع نواصل اللقاء مع حضراتكم ومصر جميعا.